بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرسي. الأخ الرئيس المحترم، السيدات والسادة أعضاء المكتب السياسي المحترمين، الأخوات والإخوة المنتخبين والمنتخبات، أيها المناضلين والمناضلات، التجمع الوطني الأحرار، زلف اللون، أسقس، أمينو، أمبركي، التجر بيدو سعدي، الصح لهنا إن شاء الله. بداية جيت سعيد بعقد هذا المنتدى، منتدى المنتخبي بجهة سوس مسا لغايته، واللي هي أساسا ترسيخ التواصل ما بين منتخبي الحزب ديالنا والقيادة ديال الحزب. وإيمانا كذلك من السيد الرئيس ديالنا بالدور ديال المنتخبين في التنزيل ديال البرامج التنمية أكيد، ولكن كذلك في السياسات العمومية على الصعيد الترابي، وكذلك تجسيد الديمقراطية المحلية. واليوم تلاحظوا السيد الرئيس أن الإخوان كلهم جايين باش يعبروا بهذه الديمقراطية المحلية. احنا محظوظين السيد الرئيس أن هذا المنتدى كيتعقد بعد سنتين وثلاث شهور، في الوقت اللي معظم مستويات المسؤولية الترابية استطاعت أنها تخرج في أرض الواقع برامج العمل ديالها. ام بي دي اخ، ام بي دي بي، اي لو باك ديال الجماعات الترابية. استطاعت كذلك أنها تحدد الأولويات ديالها، وتبدأ كذلك في تنزيل مجموعة من الأوراش والمشاريع على الصعيد الترابي، وترصد كذلك مختلف التحديات اللي كتواجهها يوميا. وسمعنا في هذا الباب، وغادي نسمعوا في هذا الباب، التقارير ديال الأقاليم، التقارير والتوصيات جد عملية. وراني حضرت في واحد الأعداد ديال المحطات، توصيات جد ثم جد عملية، واللي ممكن تعاون المنتخبين مستقبلا في الارتقاء والتدبير الترابي ديالهم. وهذه مناسبة باش نشكر كل المنتخبات والمنتخبين ديال الحزب ديالنا، اللي فعلا كان النقاش ديالهم جدي ورزين، وعبروا على الانخراط ديالهم المعود كما دائما، تحضيرا لهذه المحطة، هذه المحطة الجد مهمة. وبغيت كمنسق جهوي بل وكرئيس جهة نهني رئيس الحزب ديالنا على الانصات الدائم ديالو للمنتخبين ديالو، والعمل الكبير اللي تتقوم به الحكومة من اجل تنزيل جميع الاوراش الغير مسبوقة، وفاء بالالتزامات اللي عهدنا المغاربة على القيام بها، واللي خلتهم يضعوا ثقة فينا وفي الحزب ديالنا. وحنا محظوظين كذلك أن الأخ الرئيس ديالنا رئيس الحزب منتخب معنا في هذه الجهة، ورئيس جماعة أكادير اللي لا شك أنكم كلكم السادة الضيوف والسيدات الضيوف الكرام هتكونوا لاحظتوا أن المدينة ديالنا تتغير ديال المدينة إلى الأفضل، تغيير اللي ما غاديش يكون عنده فقط انعكاس على أكادير والساكنة ديالو، بل غادي يكون تغيير كقاطرة اللي غتجر معاه باقي الأقاليم والحواضر ديال الجهة ديالنا، كما جاء في التصميم الجهوي لإعداد التراب. بالأمس القريب كانوا الناس تقارنوا أكادير باقي المدن اللي عرفت واحد التحول بحكم الإرادة الملكية ديال سيدنا الله ينصره، واليوم الناس تقارنوا أكادير المدن ديالهم بالمدن بأكادير، وبالتحول وبالحجم وبالجودة ديال المشاريع اللي تتعرفها أكادير، ولله الحمد. الحمد لله، شكرا السيد الرئيس. وما يمكن لنا إلا أن نعتزوا بالعطف الملكي السامي لهذه المدينة ولهذه الجهة هذه،
اللي بغاها تكون قطبا اقتصاديا بامتياز ووسطا حقيقيا للمملكة، يربط جنوب أو شمال المغرب بجنوبه. وحنا كمجلس جهوي انخرطنا كذلك في هذه الدينامية، وجعلنا الخطاب ديال سيدنا الله ينصره بمناسبة ذكرى 44 ديال انطلاق المسيرة الخضراء، جعلناه منارة نهتدي بها صياغة وثيقة البرنامج التنموي ديالنا. وكنا محظوظ مرة أخرى أن هذه الجهة كانت سباقة لاعتماد أول استراتيجية جهوية، لما كان السيد رئيس عزيز أخنوش رئيسا لجهة سوس مسا الضرعاء آنذاك، وكيف ما كيقولوا البقاء للأطار الطيب والأطار ديال المرور ديالكم الأخ الرئيس مازال ثابتا وشاهدا، ومازال الجهة وأنا تنجني الطمار ديالو. شكرا للسيد رئيس. وحتى واحد ما غادي ينسى السيد رئيس الإنجازات اللي قمتم بها، إنجاز مشاريع جد مهيكلة كطريق السيار ديال أكادير مراكش، طريق السريع أكادير تارودانت وتيزنيت، اعتماد سياسة الري في إطار عقد فرشة الماء لو كونترا دو ناب مسيو لو بريزيدون، ومحطة تحلية مياه البحر بشتوكا، المنتجع السياحي بتغازوت، مشروع أغروبول أليوبول، اعتماد سياسة حماية المنتوجات المحلية خاصة المؤشر الجغرافي لأرغان، كما أن الجهة تعتبر أول جهة كتوفر على مخطط جهوي للحد من الاحتباس الحراري، وكذلك مبدعة في الابتكار المالي كصندوق الاستثمار إيغران، أو في مجال الابتكار القطاعي كالأقطاب التنافسية لو كلوستر، في مجال الفلاحي لاغروبول، وفي المجال البحري لليوبول، وفي مجال لوجيستيك لوجيبول، إلى آخره من مشاريع السيد رئيس. الشيء اللي خلانا كذلك حنا نمشيو في نفس المسار ونعتمد وثيقة جهوية كتستند التوجهات العامة ديالها من الاستراتيجيات القطاعية ديال الحكومة، وكذلك تركز على العدالة المجالية اللي دائما تتنص عليها السيد رئيس، عدالة مجالية على صعيد الأقاليم، وكذلك باعتماد أولويات مختلف الجماعات الترابية. فبالإضافة للتعاقد اللي بشرته الجهة مع الدولة والكادر دو كونترا ايتا ريجيون، واللي فرز واحد اتفاقيات نموذجية سواء تعلق الأمر بالبنيات والخدمات الأساسية من طرقات مصنفة وغير مصنفة، السيد رئيس خلقنا واستثنا واحد الاتفاقية مع التجهيز 2.4 مليار ديال الدرهم بمساهمة 1.2 مليار ديال الدرهم باش نغطيو جميع مسالك الطرقية ديال الجهة ديالنا. وكذلك الربط بالماء الصالح للشرب وتعزيز العرض التعليمي والصحي والرياضي. واليوم البرنامج التنمية ديالنا كيضم كذلك مشاريع مهيكلة، وبغيت نركز أساسا على البنيات التحتية ذات التوجه الاقتصادي، لأن جد مهم غادي واللي غادي تساهم بشكل مباشر على خلق الثروة ولا محالة لفرص الشغل، واللي غادي بالتالي تحسن الوضعية والجودة ديال الحياة ديال المواطنين ديالنا في جهة سوس مسا. كنتكلموا اليوم على تهيل ميناء أكادير اللي كتعتبر واحد الرافعة أساسية السيد رئيس، ماشي فقط في الصيد البحري لكن القطاع التجاري بصفة عامة والصناعي والفلاحي بصفة خاصة، وكذلك ربط هذا الميناء بجميع المناطق الصناعية والفلاحية وكذا المنطقة الحرة، لأن تحنا أن منطقة حرة في الجهة ديالنا. وعلى ذكر القطاع الفلاحي معالي الوزير لكم مني كل تقدير، بارك الله عليكم وأنا شاهد بذلك. احنا محظوظون في جهة سوس مسا أن محطة تحلية الماء ديال البحر رأت النور، ولكن اليوم أمامنا مشاريع أخرى اللي غادي وفي هذا المجال اللي غادي تعاوننا نواجهوا مشاكل ديال ندرة الماء. أولا من قبيل إنشاء محطة جديدة في تيزنيت، خلق مساحات مسقية جديدة، إنشاء طريق السيار ديال الماء
من شتوكا إلى ولاد تيمة، بالإضافة لدعم البحث العلمي والابتكار في مجال اقتصاد الماء ولا سيما فيما يخص السقي الذكي ليريغاسيون انتيليجونت. ونتكلموا كذلك على المجال السياحي، بداية بتأهيل مطار أكادير وبناء مطار جديد بطاطا وتعزيز الربط الجوي وإيجاد حل عاجل للفنادق المغلوقة واللي هما في وضعية صعبة، وإنشاء وجهات سياحية جديدة كتغازوت، إمسوان، أقلو، سيدي وساي إلى آخره من وجهات سياحية على طول الساحل. وكذلك الارتقاء بالسياحة الجبلية لما حبنا الله به من مؤهلات طبيعية جذابة في الجهة ديالنا، بالإضافة كذلك إلى مواصلة دعم الاقتصاد التضامني الاجتماعي والتضامني ليكونومي سوليدير اللي كيشكل أحد الركائز الأساسية للاقتصاد المحلي الجهوي ديالنا. ونتكلموا كذلك عن دعم الاستثمار والمقاولات والشركات الناشئة اللي ستارت اب، خاصة باعتماد نطاق جديد للاستثمار. وهنا لابد نحيي من هذا المنبر كذلك السي محسن الجازولي رئيس أو وزير الاستثمار على العمل الدؤوب ديالو والجدي ديالو والجدية ديالو، بغيتكم تصفقوا عليه الله يخليكم. إذا باعتماد ميثاق جديد ديال الاستثمار بعد عقود من الانتظار، تصوروا معايا الإخوان الأخوات 30 عام وحنا تنتسناو ميثاق الاستثمار، جات الحكومة ديال العزيزة خنوش والحمد لله اليوم خرجت في أرض الواقع. شكرا سيد الرئيس. الاستثمار كذلك هو من الضروري أن الجهات توفر للمستثمرين تحفيزات إضافية، وهذا الشيء اللي درنا باش نجيبوا قاطرة صناعية جديدة، والسيد الرئيس مشكور حضر معنا في أول توقيع ديال أول قاطرة صناعية اللي غادي تخلق لنا 8000 منصب شغل، وهذه إلا البداية. وما يمكنش ما نتكلمش على الكارثة اللي حلت بإقليم دارودانت، هذا قدر الله وهي مناسبة باش نجدوا الرحمات على الشهداء، ولكن بغينا هذه الفاجعة تحول لفرصة للتنمية، خاصة في هذا الإقليم الشاسع اللي الكل تجمع أن هذا الإقليم خاصو عناية خاصة. بطبيعة الحال إلى جانب كل الأقاليم ديال الجهة ديالنا اللي خصهم تاهما الحق ديالهم في التنمية المستدامة والمندمجة، وعلى رأسها إقليم طاطا العزيز. الأخ الرئيس، هذا دون أن ننسى ما تقوم به الحكومة ديالكم، كيبقى الصدى ديالو والأطار ديالو عند عموم المواطنين، آخرها ورش التغطية الصحية والدعم الاجتماعي المباشر وغيرها من الأورش الكبرى في مجالات الصحة والتعليم والاستثمار ودعم القطاعات الإنتاجية. وممكن لنا إلا نصفقوا، عندكم الحق صفقوا على الإنجازات ديال الحكومة ديالنا وعلى المجهودات ديال الحكومة ديالنا والعمل الحكومي اللي تقوم به، ونقدموا لكم مرة أخرى الدعم اللامشروط ديالنا السيد رئيس كمنتخبين ومناضلين ديال الحزب في هذه الجهة هذه اللي تنعتز بالانتماء ديالكم إليها. ونأكد مرة أخرى، وهذه توصية خاصة من عندي السيد رئيس، أن التفعيل الحقيقي ديال الجهوية المتقدمة ولا التمركز الإداري هي الحل الوحيد اللي غادي يساهم لا محالة في التنزيل ديال السياسات العمومية وديال البرامج التنموية جنبا إلى جنب مع الحكومة ديالكم السيد رئيس. وبغيت نقول لكم السيد رئيس ولكل أعضاء القيادة الوطنية أننا معكم السيد رئيس، وراءكم في هذا المسار، مسار التنمية كما كنا معكم في مسار الثقة جنودا مجندة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.